تنظيف يعني جدا ضرورية بمحافظة الديوانية لأن التشجير حتى وإن وجد التشجير وين التشجير لازم أكون لازم نظيف حضرتك مرتب. حضرتك حتى بالصور شفت إنه أكو تشجير بالموضوع، أكو جزرات وسطية بس أكو نفايات وإلى آخره. الصراحة الحقيقة لا توجد هناك أي إجابات خصوصا من مديرية البلدية، لحد إجا وقعد ويانا وسولف يابا شنو مطالبكم. احنا حتى اعتقد احد المارة من خلال البوستر اللي امام مديرية البلدية ها تردون عرصات، احنا ضحكنا شوية يعني احنا مطلبنا اعتقد فهمنا شنو عرصات ما يعني طبق احد اعتقد الموظفين بسيارته شنو عرصات ويتمضحك ها شنو تردون عرصات فكان اكو نبرة استهزاء وصل الى هذا الحال انه موظف في مديرية بلد ديوان يستهزئ بالشباب. خلاص صاير اكو ناس طالبة التشجير وخذوا عرصات والله ممكن يعني صايرة. فاستاذ لا توجد هناك اي اجابات حقيقية تخص عملية التشجير والنفايات والى اخره. زين.